صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فأصدر قانونا رقم واحد لسنة 2016 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والتي اعتمدت في جنيف بأكتوبر 1980 وبروتوكالاتها الثالث والرابع والخامس.